لك بتقول انا دكتور احمد عايز اعرف ما هي الاغذيه المناسبه قبل التمرين وبعد التمرين، وعايز حاجه تانية لايه؟ تزود وزني. عايز تزود الوزن برضو بالمره. تمام. طب احنا يعني عندنا نحافه. لا لا تمام. طب بص، لو هنجاوب على السؤال ده، طبعا في البدايه بنقول بالنسبه مثلا وليكن للتغذيه قبل التمرين، خليني ابدا الاول معاك. احنا بالنسبه للنحافه، لو انا مثلا وليكن عندي نحافه وانا عايز ازود الوزن، ما هو برضه دي بتختلف من شخص للتاني. هل الزياده اللي موجوده دي انا بالفعل عندي نقص في الوزن شويه، فانا عايز، ولا انا بالفعل لا انا عايز اعمل كتله عضليه علشان مثلا داخل بطولات، او مثلا لا انا عايز فورمه معينه، لا انا جسمي طبيعي، فدي برضه بتختلف من شخص للتاني. لكن انا هنا دوري ان انا اديك معلومات عامه تفيدك مثلا بشكل عام. يعني لو احنا عندنا نحافه، لابد ان احنا نعرض نفسنا على طبيب عشان يعمل الفحوصات اللازمه علشان يعرف ما سبب النحافه اللي موجوده عندنا، وبناء على السبب اللي موجود عندنا يدينا العلاج. فتلقائيا لما نمشي على نظام غذائي ونمط حياه صحي، نستفيد من النظام الغذائي، نستفيد من نمط الحياه الصحي بتاعنا. تمام. يبقى ده كده بالنسبه لنا. يبقى احنا كده قلنا خلينا نقول مثلا وليكن نبدا مثلا بالتغذيه السليمه قبل التدريب، او التغذيه الصحيه قبل التدريب. لو قلنا مثلا اول ما نصحى من النوم، احنا مثلا وليكن بنتكلم عن التغذيه الصبح بدري. لو احنا بنتكلم مثلا وليكن الصبح بدري، لازم نبقى عارفين الجسم بتاعنا بيكون لحاجه ان هو يخزن طاقه هيدنوا عليها ساعات طويله طول اليوم. انا دلوقتي مثلا وليكن ببدا وجبه الفطار بتاعتي، فانا هقعد فتره طويله جدا، فكان من الضروري ان احنا نهتم بوجبه الفطار بشكل خاص. لو احنا عايزين نعمل فورمه وعايزين مثلا وليكن نستفيد من التمرين بتاعنا زي ما احنا بنقول كده، يبقى لابد ان احنا نهتم بوجبه الفطار علشان نتجنب حدوث مثلا الجوع او التعب او الدوخه او انخفاض السكر كنتيجه للتمرين. هو طبيعي انت مثلا وليكن رحت التمرين، ممكن تدوخ، ممكن تتعب اثناء التمرين، مش حاسس بمجهود، مش عندك طاقه اثناء التمرين. ده كله بسبب ايه؟ ان احنا ما خدناش وجبه فطار صحيه. طب يا دكتور احمد، ايه وجبه الفطار الصحيه علشان نتلاشى الجوع او نتلاشى الدوخه او نتلاشى مثلا انخفاض السكر او يعني اي مشكله ممكن تحصل لنا كنتيجه لقله الاكل؟ اول حاجه بنقول تناول وجبه خفيفه قليله من البروتينات. تمام. يعني البروتينات بشكل عام قبل التمرين ممنوعه، لان البروتينات من الحاجات اللي بتاخد وقت علشان تتحرق جوه الجسم، يعني بتاخد وقت طويل علشان يحصل لها حرق جوه الجسم. فاهم النقطه دي؟ فالبروتينات زي ايه؟ زي جميع الفراخ واللحمه وهذه الاشياء. يبقى البروتينات بنقول ان احنا مثلا ولكن نحطها، لكن نحطها بكميه قليله جدا في وجبه الفطار بتاعنا. الاساس في وجبه الفطار المفروض بنخليها النشويات. النشويات زي ايه؟ افضل وجبه انا برشحها، ولو انا رايح التمرين في اليوم اللي رايح فيه التمرين في وجبه الفطار عارف هاخد ايه؟ افضل حاجه ممكن نقول الشوفان. الشوفان 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 يعتبر من افضل الخيارات الصحيه اللي احنا ممكن ناخدها كوجبه فطار صحيه، علشان غني بكميه نشويات عاليه اللي بتتحول لسكريات، ودي وقود العضلات بتاعنا. الوقود بتاع العضله بتاعتنا علشان تشتغل كويس ونستفيد اثناء التمرين النشويات. فاحنا بنقول يبقى احنا كده اتفقنا البروتينات بتاعتنا علشان بتتحرق بتاخد وقت كبير، فمش هناخد منها كميه كبيره، هناخد حاجه بسيطه قوي في مثلا البروتينات، وهحدد لك دلوقتي بالظبط ايه اللي انت هتاكله. ماشي. بس برضه لازم تبقى انت فاهم هذا عشان تهتم بالكلام اللي انا بقوله له. يبقى احنا قلنا النقطه الاولانيه بنركز في السكريات، لان السكريات ديت المصدر الرئيسي للطاقه جوه التمرين، مش هي السبب اللي هتخليك ادائك عالي، هي اللي هتديك طاقه اثناء لكن البروتينات لو كلنا منها كبير. بص، في بعض الحاجات لازم تبعد عنها، لازم تبعد عن الالياف. يعني الحاجات ديت لازم نقول ممنوع مثلا وليكن الالياف. الالياف دي بتبقى موجوده ايه مثلا؟ ما ينفعش مثلا سلطات كتير يعني الخضروات الخضراء برغم ان هي مهمه جدا، لكن في فتره النهار قبل التمرين ما ناكلش منها كتير، او نقول ممنوع الحاجات اللي فيها الياف، الحاجات اللي فيها دهون، والحاجات واي حاجه زايده من البروتينات، برضو بنبعد عنها. تمام. ده كده بالنسبه برضو السكريات والعصاير مثلا اللي احنا بنروح نجيبها قبل التمرين عشان نستخدمها، دي ما بتزودش الجسم طاقة أثناء التمرين خالص، فما تشغلش نفسك بيها خالص. طب إيه الحاجات يا دكتور اللي أنا بنصح بيها، إيه اللي أنت بتنصح بيها مثلا في العيادة؟ أول حاجة مثلا وليكن بالنسبة للبروتينات اللي إحنا ممكن ناخدها، بنقول زبادي بالفواكه. ممكن نقول مثلا المربى.
يبقى احنا قلنا زبادي بالفواكه، المربى نقول قطعة خبز كده صغيرة مع يعني من جبنة، بس تبقى نسبة الدهون فيها لا تتجاوز ال 5%، نسبة الدهون فيها لا تتجاوز ال 5%، يبقى احنا نقول قطعة خبز مثلا مع جبنة نسبة الدهون اللي موجودة في الجبنة دي لا تتجاوز 5%، بنقول مثلا قطعة فاكهة زي تفاحة أو موزة. ويفضل يعني لو ودي كده بالنسبة مثلا وليكن الحاجات اللي ممكن ناخدها مثلا وليكن بالنهار. دي كده وجبة نقدر نقول عليها مثلا وليكن نقدر نقول على شوية الحاجات اللي أنا قلت لك عليها دي تعتبر وجبة خفيفة. عرفت هتاخد إيه؟ يبقى زبادي بالفواكه مثلا، المربى قطعة خبز صغيرة مع جبنة يعني لا تتجاوز 5% من نسبة الدهون اللي موجودة فيها. ده كده رقم واحد. إيه تاني بقى يا دكتور أحمد؟ نقول إيه تاني؟ ده كده بالنسبه لي احنا ممكن مثلا يعني انت مثلا وليكن الحاجات اللي انا قلتها ديت ممكن ما تاخدهاش كلها مره واحده، ممكن مثلا وليكن الصبح بدري مثلا تاخد الزبادي مثلا بالفواكه، وبعد كده تيجي في وقت تاني مثلا تاكل مثلا قطعه خبز صغيره مثلا بالمربى صغير. الكميات الكبيره هنملى بطننا، هيبقى فيه ثقل اثناء التمرين، كل ما يكون حاجه صغيره وموجوده في الجسم هتبقى سهله الحرق اثناء التمرين فتدينا طاقه اثناء التمرين، لكن بناكل حاجات كتيره بطننا هتبقى ممتلئه، التنفس بتاعنا مش هيكون كويس، هتبقى دافع قوي ان احنا نتعب بسرعه. عشان كده تلاقي واحد عمال يطلع جاي رايح جاي ومش تعبان زي ما انت تعبان وما بنهكش زي ما انت بتنهك، انت بيجي في تفكيرك لا لا ده اكيد بياخد حبوب، ده اكيد بياخد هرمونات، مش شرط خلي في علمك يعني، ممكن واحد يكون مظبط هذه السيستم اللي انا بقول لك عليه ده، يبقى ده كده مثلا وليكن قبل التمرين. طب يا دكتور احمد بعد التمرين التغذيه الصحيه مثلا للتدريب، يعني مثلا ممكن مثلا بعد التمرين بقى انت ممكن تاخد كل حاجه، يعني انت خلصت التمرين بتاعك تاكل بقى كل حاجه انت عايزها، اي يعني البروتينات تاخد البروتينات اللي انت كنت عايز تاكلها مثلا، سواء كان صدر فرخه او نص فرخه او اللحمه او وطبعا افضل الحاجات سهله الهضم عشان نعمل كتله عضليه اسرع الاسماك البحريه، الاسماك البحريه زي سمك التونه والماكريل ونركز برده نحاول قدر الامكان ان احنا ندخل المكسرات في النظام الغذائي بتاعنا. يعني دي كده مثلا وليكن يعني الحاجات اللي انت ممكن مثلا وليكن تركز عليها. ممكن برضو قبل التمرين بنتكلم عن البطاطا الحلوه قبل التمرين بساعتين مثلا وليكن، لو انت عايز مصدر الطاقه كويس جدا ممكن نقول البطاطا الحلوه. ممكن نقول ايه تاني يعني ده كده مثلا وليكن معظم الاغذيه المهمه جدا، لكن طبعا من ضروري انت تروح للدكتور يعمل لك نظام غذائي يراعي فيه الحاله الصحيه ويراعي فيه المسموحات والممنوعات على حسب طبيعه جسمك بالظبط يعني، علشان لكن هو النظام الصحي يعني بعد التمرين تاكل نظام صحي. نظام صحي يعني فيه ايه؟ بشكل بسيط يعني في مثلا نشويات زي الرز والعيش والمكرونه ماشي، ده 50% منه، هنقول 50% من النشويات اللي هي الرز والمكرونه والعيش وهذه الاشياء. مكرونه 50% الثانيه، 50% الثانيه بنقسمها 30% دهون، عشان كده بنفضل الدهون الصحيه بتكون موجوده مثلا في سمك السلمون، موجوده في التونه، موجوده الدهون الصحيه، او ممكن يكون شويه مكسرات موجودين عندنا او هو لازم سمك تونه، او انا باكل تونه اللي هي العلب والكلام ده، لازم ممكن ناكل اي اسماك تانيه غير سمك التونه يعني عادي؟ اه ممكن سمك الماكريل، ممكن بقول لك الحاجات اللي فيها يعني الاوميجا 3 اللي مفيده جدا ليك علشان تعمل كتله عضليه سريعه وتحسن لك من عمليه الهضم، الهضم بتاعك لو كويس هتبدا تزيد في الوزن.